لحتى المراهقين يحققوا التوازن بحياتهم، التشجيع هو الأسلوب المطلوب. لما يحسوا حالهم مرتاحين بيجاوبوا أكتر، لما يحسوا إنه مننا ناطرينهم على دقرة بيشتغلوا أكتر. نحط حالنا محلهم، شو بيكون إحساسنا إذا عملنا شي منيح وحدا قدر لنا إياه وشكرنا عليه؟ فينا نبدل النقع عليهم وانتقادهم بإننا نتصيد الحركات الحلوة يلي بيعملوها ونحكي فيها. يعني نخبرهم قدي بيسعدنا إنه نحترم وقت الرجعة على البيت يلي اتفقنا عليه. نعبر عن شعورنا تجاه التصرفات الإيجابية يلي بدنا نعززها، لأنهم بدهم يسمعوا إيجابيات وبدهم يعملوا منيح.